كذاك تروح حلقة البطل ما يوصل لين هنا عاد. صباح الثالث رابع قصدي الثالث يوم صباح السيف العازي صباح البرد صباح الصردة فلا البرد عامل عمايله في الليل مكتوب وسط الدمام لأنه ما تشوف ما تقدر اليوم أمشي هو ترى ضربة شمس اليوم مرة الشمس هنا ضارب هنا تقريبا قسم النوم إلى 4 إلى 5 أجزاء كل مرة أقوم بالبرد بهاك الاتجاه يعني الهوى اليوم معاي لين دمام يعني بستغل الوضع ما يوقف مستني غايدة 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 الشيء اللي ما طيق اللي ما طيق لين المطبات بويقي 4 إلى 5 ورا بعض يخضل لك عينك حاليا يسمى استراحة محارب ظل ايوه قد باي بس ترى ماشي محطة ولا شيء فكثر من الماي الامور طيبة ما باقي غير 60 كيلومتر على الدمام مر شاحنة شعر اوي لحق اذني الكرفان طالع برا ركز لبسه بالضبط مو مر من جنبي بعد هذيلا ارحم على الاقل في سيارة قدامهم وراهم يا جماعة خير ماشي الشمس ما يمزح اليوم ضربة هنا احس به ومر الحرارة لين النخاع يوصل فا ما باقي غير 20 ولا 30 كيلو متر علينا الدم ويت مسقط برافو كم كيلومتر 1500 1600 كيلو متر يمكن كيف ها ما مشكلة سيكل بترول ما في ما في بترول لم سبح حمدون سبح زين يا عمل اوف مو جاك مو وازنك مو وازنك ما طلعت فوق من قبل لعب لولو واللي هي تذكرت مو حلم حالم اني مسوي من الكويت الى مسقط في 4 أيام ولا 5 أيام امشي في ايام يعني برابر توقيت خيالي والشعب مستغربين توجه الى الديوانية واحد من شباب من انستغرام تواصل معاي صار لنا فترة يعني على الانستغرام فقال مبيت عندي اليوم ما قصر الله يحييك يا الحال وش الاخبار؟ علومك خير كل شيء تمام صفت هذا مرة قلت لين ما اروح اشتري الشباب ما تحات الامور طيبة